الاجتماع التحضيري فكرته انه كان يجمع المدنيين الانقلابيين او المؤيدين للانقلاب ومعانا بحيث انه يحصل تميع للصراع ذاته، وهو على الانقلاب ذاته بيكون حاضر في الغرفه يعني. فما في بوينت من انه تتفقوا، انه هذا ما بيكون اتفاق مدنيين. وبالتالي نحن رفضنا هذه البتاع، اعتبرنا مدخل خاطئ للعمليه السياسيه، وهي بالطريقه دي ان بتنتهي في النهايه بالشرعنه الانقلاب والبناء عليه، وده ما عنده مستقبل، لانه حيكون زي اعلان 21 نوفمبر المقبور اللي وقعه رئيس الوزراء المستقيل، لانه بنى على قرارات الانقلاب 25 اكتوبر، وبالتالي ما صمد، لانه سقط تحت ضربات الاراده الشعبيه ومواكبها الهادره، وبقى ما في اثرا بعد عين يعني. وفي سبب ثاني جوهري حقيقي، اللي هو انه انت ما ممكن تعمل اي عمليه سياسيه تحت ظلال السيوف، بمعنى انه ما ممكن تتم عمليه سياسيه وفي قمع وقتل وسجون، وبالتالي قلنا لازم كله ده يقيف القتل والاعتداء على المواكب، والمعتقلين كلهم يطلقوا، ما زال هناك معتقلين كتار في سجون سوبا ودبك وربك وبرسودان وكوبر وغيرها من السجون، لازم يطلق سراحهم جميعا، ولازم تلغى حالة الطوارئ برضو، لانه برضو زي ظل السيف. وبرضو في اجراءات هسه مضاده للثوره ولمعناها ولواحد من اهدافها اللي التمكين المضاد اللي نهته الثوره في استيعاب لعناصر النظام القديم بتعمل فيها السلطه الانقلابيه، ده لو ما وقف ما بتكون فيها اجواء ذاته للحديث عن عمليه سياسيه. عموما ان احنا بنعول يعني، بعدين نحن ذاته لما نقول عمليتنا محولين على الشعب السوداني وعلى قوى الثوره انها تتماسك حول اهدافها بتاعت استرداد ثورتها ومواصله المسير، تصحيح اخطاء الماضي والاستفاده من التجربه السابقه والانطلاق الى المستقبل بمصابيح تضيء الطريق يعني لقدام. لانه الافق، بعدين نحن موقنين انه الافق قدام الانقلاب مسدود، ما عنده ما في لوسيكو، وهم حسوا بدا حقيقه.